السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. اليوم المسلمين بالعالم كله بيحتفلوا بيوم عاشوراء. هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه موسى من الغرق هو بني إسرائيل. والمسلمين بيصوموا اليوم علشان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب للمدينة وجد إن اليهود بيحتفلوا بهذا اليوم، ولما سأل قالوا لهذا اليوم الذي أنقذ فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، فهم يعني بيحتفلوا به، فقال نحن أولى بموسى، ونصح المسلمين أنهم يصوموا التاسع والعاشر محرم أو العاشر أو الحداشر من محرم. واليوم برضك احنا بنتذكر مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يعني نتخطى هذه الكبوة التي حدثت في التاريخ الإسلامي، وندعو للأمة بالالتئام. ليه أنا سميت المحاضرة دي الكلمة دي موسى ومشروع التغيير؟ أنا طبعا بشكر الأخ أحمد الشيخ صاحب الفكرة، والشباب اللي هو عبد الرحمن وماهر السيد علي اللي هم حضروا المادة العلمية. ليه أنا سميتها موسى؟ السورة دي هي سورة سورة يعني مش هي السورة الحقيقية، تخيل لشق البحر ونجاة بني إسرائيل. سيدنا موسى عليه السلام كان من أحد الأنبياء ذو العزم من الرسل، اللي هو كان قوي وكان ممن يحدثون التغيير، سواء كان هو في قصر فرعون أو في مصر أو لما ذهب وخرج من مصر إلى أن رجع مرة أخرى لينقذ بني إسرائيل. ومع ذلك بني إسرائيل لما ذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى جبل التور ليتلقى الألواح عبدوا العجل بعده، فربنا يعني أتاههم في التيه 40 عاما. فلذلك احنا في هذا اليوم بنكرم سيدنا موسى عليه السلام بما فعله، ان هو من من احدثوا التغيير المجتمعي في العالم وانقذ بني اسرائيل. الاسئله اللي حطها احمد الشيخ كتيره جدا كتيره جدا زي ما انتم شايفين كده، منها دي كلها اسئله شبابيه، يعني احنا يعني ايه مشروع بي 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 بنقصد ايه بالتغيير؟ بمشروع التغيير بنقصد هل احنا مؤمنين بالتغيير ولا لا؟ هل احنا مؤمنين بمشروع التغيير ولا لا؟ وهل مشروع التغيير ده متجذر ومبني على اسس الامل واليقين، ام مجرد حاجة كده عشوائية وانفعالية الى اخره؟ هل الفكرة عندنا واضحة يا شباب؟ الفكرة في رؤيتها في رسالتها في مضمونها وفي اهدافها مقنعة، ام انها ضبابية ومبهمة؟ بنتكلم عن كل هذه الأشياء عشان احنا بنحب نعمل تغيير في أي شيء، لابد نسأل أنفسنا هذه الأسئلة. هل الأسباب والعوامل والدوافع لتبني هذه المشاريع هي صلبة واضحة بالنسبة لنا، أم إنها هشة وضعيفة ورخوة؟ دي أسئلة الشباب اللي بتجيلي أنا عشان أحطها ليكم مرة أخرى، علشان إذا أردنا أن نعمل التغيير فلابد أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة اللي حطها أحمد الشيخ. ما هي درجة الإحساس بالمسؤولية؟ يعني اللي هيعمل تغيير ده لابد يكون عنده إحساس بالمسؤولية. ممكن تزهق فيها أرواح، ممكن تضيع فيها ممتلكات، ممكن يشرد الناس إلى آخره. هل عن درجة ما هي درجة الإحساس بالمسؤولية والرغبة في مشاريع التغيير بمعايير الوقت والجهد والمبادرات؟ إيه هو الهدف الكبير اللي احنا من أجله بنعمل التغيير؟ من أجل هذا الهدف احنا بنعمل التغيير. ما هي ضمانات نجاح التغيير؟ ممكن واحد يخش في مشروع يكون فاشل من الاصل، ممكن واحد يخش في مشروع يكون في الاصل فاشل، فلذلك لابد نعرف ان في ضمانات للتغيير وضمانات للنجاح ولا لا. هل احنا عندنا، ما هي الامكانيات المتاحه اللي عندنا؟ هل احنا عندنا امكانيات نستطيع من خلالها نحدث التغيير ام لا؟ هل احنا عندنا المهارات اللازمه كذلك؟ هل احنا عندنا المهارات اللازمه لنجاح مشروع التغيير؟ ما هي العوائق اللي بتواجهنا علشان مشروع التغيير؟ في قوة أخرى هتمنع التغيير، والقوة دي موجودة من عصر الأنبياء، من سيدنا إبراهيم في قصة النمرود، من سيدنا نوح في من حوله، إني دعوت يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، في قصة سيدنا موسى وفرعون، في قصة سيدنا يوسف وسدنة المعبد، وقصة سيدنا محمد والقرشيين إلى آخره إلى آخره إلى آخره، وقصة سيدنا عيسى كذلك إلى آخره عليهم السلام اجمعين، صلى الله عليه وسلم اجمعين. دي كلها دي ايه العوائق، ايه الاخطار كذلك. يعني انت لو التغيير ده هو
يعني شيء مش سهل، شيء مش محاضرة، شيء مش كلمة، شيء مش موعظة، شيء مش فيلم تلفزيوني أو فيلم سينمائي. لا، التغيير دي مسيرة شعوب ومسيرة إنتاج، وفي مسيرة الإنتاج ده بيحصل فيه تضحيات بالأرواح، تضحيات بالأموال، تضحيات بالجهد، تضحيات بالعلق إلى آخره. فلذلك كل هذه الأشياء إحنا حاسين إن في مخاطر قدامنا، وده مش محاسين، ده بد ندرك ونضع كل هذا على خريطة التغيير وخريطة الطريق. خريطة التغيير شيء، وخريطة الطريق اللي إحنا هنمشي فيه شيء تاني. ما هي النتائج الملموسة والفوائد المتوقعة إذا نجح المشروع؟ يعني في نتائج أنت ممكن تمسكها بإيدك كده، وفي نتائج أنت لابد الناس تثق فيك إن بعد 10 أو 20 أو 30 سنة هيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، ودول أصحاب الرؤى اللي بيستطيعوا يقودوا المجتمعات. ففي ما نتائج ملموسة سريعة لابد إحنا نقنع بها الناس، وفي نتائج أخرى طويلة المدى هتحصل. هي الوسائل عشان ننفذ مشروع التغيير نستعملها، هي التحالفات اللي هنقيمها عشان نعمل مشروع التغيير، هي الشركات اللي هنبنيها عشان نعمل مشروع التغيير وننجحه، وما هي مراحل مشروع التغيير. يعني احنا زي ما انا قلت لابد يكون في خريطة للتغيير امامنا، ويكون الخريطة دي فيها خريطة الطريق ايضا. هنمشي في خريطة الطريق دي مراحل، السنة الاولى فيها كذا، السنة الثانية فيها كذا، السنة الخامسة فيها كذا، السنة العاشرة فيها كذا، السنة العشرين فيها كذا. مفيش تغيير بيحدث بين عشية وضحاها. لذلك كل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن منجم في 23 سنة، وكان قدرة الله سبحانه وتعالى ان ينزل هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في ثانية واحدة او في دقيقة واحدة او في ساعة واحدة او في يوم واحد. لا، نزله منجم علشان يتفاعل مع قضايا المجتمع الذي يعيش فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكي يحدث بهذا القرآن ونزوله التغيير، وتكون هو وسيلة كبرى من وسائل التغيير. هل احنا عندنا سياسات هنتبعها في التغيير ولا لا؟ العملية الهبهبولي دي بقى والايه وبلالمة والبلالمة والحاجات دي كده ما تنفعش. نقوم النوم نعمل حاجة ما تنفعش. لا، لابد يكون لنا سياسة، لابد يكون لنا خريطة طريق، لابد يكون لنا مراحل للتغيير، لابد يكون لنا وسائل للتغيير، لابد يكون عندنا أشياء واضحة، دارسين المخاطر، دارسين الإنجازات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فكل هذه الأشياء نضعها أمامنا ونسأل أنفسنا، إن أردنا أن نغير فلابد أن نسأل أنفسنا مثل هذه الأسئلة وأكثر كذلك. في كما مراحل التغيير كنت 4 أو 5 دي بنختلف عليها، ممكن الناس تزودها ممكن الناس تنقصها، لكن هو في الأصل هي الفكرة والإيمان بالفكرة. إن آمنا بفكرة التغيير لابد أن نجمع حولنا مجموعة ممن نجعلهم يؤمنون بها، ولم نستطع أن نبني هذا الفريق لن نغير. لن يستطيع شخص واحد أن يغير الكون أو يغير المجتمع أو يغير القرية أو يغير أي شيء. لابد أن يجتمع حول هذه الفكرة التي آمن بها صاحب الفكرة من المغيرين ومن المنجزين ومن المبدعين، والتف حوله مجموعة من الناس يؤمنون بمثل هذه الفكرة. يبقى أول حاجة الفكرة، وثم الإيمانة بها، ثم الصحوة. إحنا لما يجي بنصح الناس من النوم عشان يصلوا الفجر أو عشان يروحوا يصوموا في رمضان، مجرد ما يصحى صحي من النوم، الصحة والصحوة تختلف عن اليقظة. يعني أنت صحيت من النوم وأنت لسه مش فايق، لكن أنت بتتفتح عينيك وتبتدي تخرج وتشوف اللي حواليك بقى كده، دي اليقظة. اليقظة هي أن تعي ما حولك من تغيرات داخل المجتمع، وتعي محاسنها ومساوئها ومخاطرها ومسالبها في نفس الوقت. فاليقظة دي يعني ممكن الناس تصحى من النوم لكن عينيهم مغممة، ما بيشوفوش، ما بيسمعوش، ما بيحاولوش يبنوا أو يبذلوا المجهود علشان يعوا لما حولهم. بلادهم مثلا بتضيع، بلادهم بتسرق، بلادهم كذا كذا، هو يقول لك لا يا عم انا ده اللي احنا بنسميه الانسان البيولوجي. والانسان البيولوجي اللي ممكن يصحى من النوم لكن ما يعملش حاجه، انا عايز اروح الشغل، اكل، انام، اخلف، كذا، اتفتح الى اخره. اما اللي عايز يروح يحط راسه في في في, في التعب ده هو حر. يبقى فرق من الصحوه واليقظه. كتير جدا اتكلمنا عن الصحوه في الماضي، لكن الصحوه اللي كانت موجوده في الماضي ما كانتش يقظه، كانت هنا مجرد ايه صحوه. بعد كده هو لو المجتمعات اصبحت يقظه لمقدراتها ولقدراتها وتحقيق رؤاها، ستستطيع انها تبني النهضه وتستطيع انها تبني الحضاره، ويستطيع انها تنعم البشريه كلها بحضاره ونهضه مثل هذه الامم التي امنت بفكرتها، صحت من غفوتها، اصبحت يقظه وحاضره الذهن، ثم بنت النهضه والحضاره.
ايه هي عوامل مشروع تحقيق مشروع التغيير بقى؟ كتير وهنتكلم فيها كتير جدا جدا جدا. هنتكلم هنا على ايه؟ على اهم عامل في العوامل دي كلها اسمه الكتله الحرجه. الكتله الحرجه او الكتله او بنسميها هنا كتله التغيير. كتله لما المجموعه الاول اللي احنا اتكلمنا عنهم هنا هو اللي هم اصحاب الايمان بالفكره اللي بيبداوا الصحوه واليقظه اللي هي دي الكتله الحرجه. الكتله الحرجه دي اول نقطه في نقط التغيير احنا هنتكلم عنها. ازاي نبني الكتله الحرجه دي او كتله التغيير؟ في عوامل كتيره جدا ممكن نمشي وراها. في مجتمع مستقر، في مجتمع مستقر وفي حريه وفي ديمقراطيه، يبقى التعليم والثقافه والوعي المجتمعي من خلال البرامج الحكوميه، يبقى الحكومه هنا معطيه المساحه للتغيير لابناء هذا المجتمع. يبقى ده في مجتمع مستقر يبني يؤمن بالحريات ويؤمن بالديمقراطيات، وده يعتبر ايه؟ حاله من الحالات اللي هنتكلم عنها. اما في المجتمعات غير مستقره، المجتمعات اللي بتحكمها حكومات غير ديمقراطيه، حكومات ظالمه، حكومات ظالمه الى اخره، دي لابد ايه؟ جزء من التغيير هو ايه؟ اول حاجه التعرض للازمات. لما الانسان بيتعرض لازمه بيستطيع انه يستجيب ليها، فهنا بيكون ده احد العوامل ها من التعرض للازمات. لماذا؟ لانها هتسقط الاقنعة على الانتهازيين والمنافقين والمثقفين اللي بنسميهم النخب في هذه المجتمعات. فدي احد وسائل بناء النخبه اللي هتعمل عمليه التغيير. هم عرفوا بقى مين الصالح من الطالح. في المجتمعات اللي فيها عدم وجود ديمقراطيه فيها نمو الوعي المجتمعي الجديد من خلال مقاومه ابناء المجتمعات للثقافات والسياسات الغريبه والمفروض على مجتمعاتهم. دي احد على العوامل الاخرى اللي بتجد ان في اشياء غريبه جايه على المجتمعات، في ناس يعني وثقافات غريبه، فدي بتخلي بعض الناس يفوقوا من النوم ويخرجوا من الايه من الصحوه الى اليقظه ويكونوا اللي هو الكتله الحرجه او كتله التغيير. شدة البطش والتضييق على المجتمعات التي تتسلط عليها القوى والسلطات التي لا تؤمن بالديمقراطية وتقيد الحريات الشعوب، دي بتخلي تعمل ردة فعل عكسية. كلما ازداد البطش كلما ازداد الانتظار في الألم الذي يحدث الفكر الذي يؤدي إلى التغيير. التعلم من تجارب المجتمعات الأخرى، يعني احنا شوف المجتمعات اللي حوالينا عملت التغيير ازاي. كانت عايشة في ظروف اسوأ من الظروف اللي انتوا كنتوا فيها، لكن استطاعوا انهم يعملوا التغيير. ابناء هذه المجتمعات المهاجرة في الخارج واللي اكتسبوا خبرات كثيرة في المجتمعات اللي هاجروا لها دول، يبقى احنا اذا اردنا ان نبني الكتلة، فالكتلة ممكن تكون تبنى في مجتمع مستقر، مجتمع ديمقراطي، مجتمع بيؤمن الحريات من خلال البرامج الحكومية. اما في المجتمعات اللي هي ما فيهاش حريات، ما فيهاش ديمقراطية، ما فيهاش دورة الحقوق ودورة القانون، فبتيجي من التعرض للأزمات والكوارث اللي بتسقط ورق التوت على ما يسمونه النخب مثقفين من خلال مقاومات أبناء المجتمع للثقافات والسياسات الغريبة على مجتمعاتهم، ومن خلال شدة البطش إذا كانت هناك سلطات غاشمة تحكم مثل هذه المجتمعات، من خلال التعلم من تجارب الآخرين من خلال أبناء المجتمع اللي هاجروا لدول أخرى. يبقى دول خمس أو ست نقط في كيفية بناء كتلة التغيير في المجتمع المستقر الديمقراطي لا فيه حريات والمجتمعات غير مستقرة. عامل أخرى غير بناء كتلة التغيير اسمها إيه؟ تفاعل كتلة التغيير مع لابد كتلة التغيير دي مش بس كنا احنا قاعدين كده في أوضة ظلمة وبنتكلم كلام حلو وبتاع ده ونطلع في التلفزيون، لا، لابد تكون هي عندها تجارب ومتفاعلة مع الأحداث اليومية والآنية للمجتمع نفسه في كل حارة وكل خرم من أخرام المجتمع دي. يبقى كتلة التغيير أو كتلة الحرجة دي لابد أنها تتفاعل مع المجتمعات المحيطة بها خدميا من أنها تخدمهم. لابد أيضا تتفق هذه المجموعة على رؤية بسيطة وواضحة تتبناها الثقافات المختلفة المكونة لأعضاء كتلة التغيير، لأن داخل كتلة التغيير ده مش ممكن هيكون نسيج واحد. أوعى تقولنا في بلد 99% منها مسلمين هيكونوا كلهم مسلمين، لا، في غير مسلمين هيكونوا جزء من كتلة التغيير. اوعى تقول انهم سنه، لا، في غير سنه هيكونوا من كتلة التغيير. اوعى تقول كذا، كل دول، اوعى تكون من الرجال، لا، في نساء هيكونوا في كتلة التغيير. اوعى تقول كهول، لا، في شباب هيكونوا في كتلة. كل هذه لابد كل الثقافات، لذلك النقطه دي الاتفاق على رؤيه بسيطه وواضحه تتبناها الثقافات المختلفه المكونه لاعضاء كتله التغيير،
ويفهمها أبناء المجتمعات المحيطة بها محيطة بأفراد هذه الكتلة. يعني بس مش تكون أن كتلة التغيير وأعضاء هم القادرين على فهم هذه السياسات، لكن كمان المجتمعات المحيطة بها اللي هم عايزين يغيروها إلى آخره. نمرة 4، تقسيم تنفيذ الرؤية مرحليا وجغرافيا. يعني من يجي عند كل عندنا رؤية، ما فيش رؤية كده هتنزل تتنفذ بين حاشيات وضحاها في 24 ساعة أو في سنة، لا، وما فيش رؤية هتنفذ على كل المناطق المختلفة اللي في الدولة أو في المجتمع بنفس الطريقة، ففي مجتمعات مختلفة في كل منطقة، فقد يتباين تنفيذ مثل هذه الرؤية داخل هذه المناطق جغرافيا وثقافيا. تقسيم هتنفيذ الرؤية مرحليا وجغرافيا حسب إمكانيات أبناء المجتمعات المختلفة، بناء التحالفات، لابد إن احنا نبني تحالفات بين الكتلة دي وكتل أخرى، مش أنتوا بس عايزين تقوموا بالتغيير، مش جماعتكم بس، مش حزبكم بس، مش ثقافتكم بس، مش دينكم بس هو صاحب التغيير، لا، لابد يكون في بناء تحالفات وبناء شراكات بين الكتل المختلفة المجتمع الآخر، وأن يتفق كل هؤلاء على الأيسر والأعم والأوضح. لمن؟ الأيسر والأعم والأوضح للعامة، عشان لا تفتنوا العامة في كلام مبهم لا يفهموه فينفرط عقد العامة من حولكم. يبقى بناء التحالفات بين هذه الكتلة والكتل المجتمعية الأخرى بالاتفاق على الأيسر والأعم والأوضح للعامة وإن كان قليلا وبسيطا. نمرة 6، محاولة إزالة ورفع كل القيود. ودي أصعب حاجة، إن أنت ماشي في طريق كده هو والقيود اللي قدامك مش أنت اللي حطيتها، فكيف نزيل مثل هذه القيود إلا إذا هنا أصبحت رؤية واضحة لكل كتل التغيير في داخل المجتمع أن تستطيع أن تمشي في هذا الطريق وتدفع بقوة التغيير الإيجابي داخل مثل هذه المجتمعات. يبقى النقطة السادسة اللي هي محاولة إزالة ورفع كل القيود المعيقة أمام هذه الكتلة وإعطاء كافة الفرص والتسهيلات لها، وهذا هو التحدي الأصعب. يبقى بالنسبة لعوامل تحقيق مشروع التغيير، أول حاجة بناء الكتلة التغيير، تاني حاجة تفاعل كتلة التغيير مع المجتمعات المحيطة بها خدميا، تالت حاجة الاتفاق على رؤية بسيطة وواضحة، رابع حاجة تقسيم تنفيذ الرؤية مرحليا وجغرافيا، خامس حاجة بناء التحالفات مع الكتل الأخرى، سادس حاجة إزالة كل عوامل القيود المجتمعية المعيقة للتغيير. طيب، دي نصائح، بعض النصائح للشباب، لأن الشباب دايما ثائر، الشباب دايما كثير منه لا غير صبور، كثير منه يتعجل الثمرة. فأنا في 15 نقطة أو 16 نحن كتبناها أو كتبها الأستاذ أحمد الشيخ، اللي منها أنا أبدأها بقولي إن التغيير هو الحدث الطبيعي الدائم والوحيد الذي يحدث لنا في حياتنا في كل لحظة من لحظات الحياة التي نعيشها على وجه هذه المعمورة. التغيير هو الحدث الطبيعي الدائم والوحيد الذي يحدث لنا في حياتنا في كل لحظة من لحظات الحياة التي نعيشها على وجه هذه المعمورة. فإن أردنا أن نصنعه فعلينا اتباع التالي. إن أردنا أن نصنع التغيير علينا أن نصنع التالي، لبعض الأسئلة أو النقاط اللي هي نصائح للشباب اللي حطها أحمد شيخ، ونقول فيها أن التغيير عمل مدني وعمل طويل، مش هيحصل بين عشيات ندعاء، وأنا هضرب الأمثلة في الشريحة القادمة لكم ماذا حدث معنا هنا. أول حاجة في من عوامل التغيير يا أخوانا اللي هو تعلم العلم، العلم العلم، والاستعانة بالعلوم والمعرفات المجتمعية. لابد أن نستعين بالعلوم والمجتمع والمعرفات المجتمعية، لابد نتعلم، لابد نتعلم. حذاري إنكم لا تتعلموا، حذاري إنكم لا تتعلموا ونصبح جميعا من الجهلاء. دي نمرة 1. نمرة 2، معرفة أصول مشاكل المشكلة، معرفة أصول المشكلة المجتمعية. إزاي نعرف؟ ممكن نرى ظاهرة المشكلة، لكن أصل المشكلة طالما إحنا مش عارفين جذر المشكلة فين وأصل المشكلة فين، عمرنا ما هنعرف نحل المشكلة. لا تتعاملوا فقط مع الأعراض، لكن تتعاملوا مع أصول المشاكل. نمرة 3، الشفافية. يكون إحنا كمجموعة تريد أن تغير نكون واضحين وشفافين في عملنا مع المجتمع، ما نكونش مبهمين، ما نتكلمش معهم بلغات غير واضحة مش فاهمينها، يقول لك يا عم الناس طيبة وكل حاجة لكن مش فاهمينهم بيقولوا إيه. الشفافية والوضوح وعدم رفع سقف التوقعات للعامة. نمرة 4، يكون البرنامج اللي إحنا حاطينه للتغيير واضح وبسيط ومرحلي، يكون برنامج واضح وبسيط ومرحلي. نمرة 5، عدم إقصاء أبناء الثقافات الأخرى والمعتقدات الأخرى. حذاري، وأقولها برضك 50 مرة، حذاري 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 أن تستأثر مجموعة بالمسيرة وأن تقصي مجموعة المجموعة الأخرى، لن يحدث تغيير، بل سيحدث تغيير عكسي وردة عكسية لهذه المجتمعات. حذاري، كل فرد في المجتمع وكل مواطن في الوطن
عنده الحق في أن يصنع أو يستفيد أو يكون مالك أو من ملاك الوطن نفسه. يعني ملكية الوطن ترجع للشخص، أنا كشخص كمواطن لي الحق في ملكية أرض وطني، سواء كنت على عقيدة ألف أو على عقيدة به أو على عقيدة، ما تكلمنيش عن عقيدتي، تكلمنيش عن ثقافتي، أنا ولدت في هذا المكان وعشت في هذا المكان، فمن حقي أن يكون لي جزء من هذا الوطن. بعد كده نتكلم عن المراحل الأخرى. فالإقصاء أو إبعاد هؤلاء الناس لن يحدث التغيير. وضع آليات لمراجعة المسيرة، لابد في كل مرحلة من مراحل عمل التغيير أن نقف ونقيم أنفسنا، نقف ونقيم أنفسنا، نقف ونقيم أنفسنا، ولا ننتشي بالنجاح المرحلي، ولابد أن نقيم كل نجاح وكل إخفاق مرحليا. أخلاقنا نحن كأصحاب التغيير، يعني دائما قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقوه قرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض، فبما رحمة من الله كنت لهم، ولو كنت فضلا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضلا غلينا قلبي لنفضوا من حولك. فالرحمة واللين كانوا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خلقوه القرآن. التحالفات، بناء التحالفات والشركات احنا اتكلمنا عنها قبل كده، هو يكون جزء من عوامل او الشباب اللي هو الصبر والتحمل وعدم اليأس. اوعى تقول لا خلاص بقى انا عملت اللي عليا، لا ما عملتش اللي عليك لسه، انا عملت التجربة دي 50 مرة لسه تبقى 500 مرة، عملتها 500 مرة تبقى 550 مرة، عملتها 1000 مرة تبقى 1100 مرة، وهكذا. المرونة في التطبيق، يعني حتى فهم القرآن وتفسير القرآن تباين عليه علماء مختلفين في أماكن مختلفة، وده كان كلام رب الله سبحانه وتعالى. فأنا بده يكون عندنا مرونة في التطبيق، وكذلك وتغيير الاستراتيجيات امتى؟ وفق الحاجات المجتمعية المتغيرة، وكذلك التغيرات الإقليمية والعالمية. يبقى مرونة في التطبيق وتغيير الاستراتيجيات وفق الحاجات المجتمعية المتغيرة والتغيرات الإقليمية والعالمية. نمرة 11، عدم التسرع في قطف الثمار. الله، لا لسه بدري، واصبر واصبر واصبر. صحيح الثمرة لونها أصفر، لكن اصبر عليها، لأن الصفار الأولاني ده قد يكون مر من الداخل. عدم التسرع في قطف ثمار التغيير قبل نضجها، وعدم الخداع بمظاهر الأقوال لمن يعيقون عمليات الإصلاح والتغيير. في بعض الناس ممن كان يعيقون عمليات التغيير والإصلاح، دول حيجوا يتكلموا كلام حلو في وسط النشوة دي، فلا تنخدع بهم، لا تنخدع بهم. محاولة معرفة أو دي مهمة جدا جدا جدا، اللي هي كيف نعرف أن هناك دول عميقة داخل المجتمع؟ اسمعوا يا شباب، مفيش دولة في العالم مهما عظمت قوتها ومهما كثرت الحريات فيها والمسارات الديمقراطية فيها والدول القانون، إلا وفيها دول عميقة. تنكمش الدول العميقة داخل هذه الدول، وتنبسط وفق قوة القانون والحريات والعدالة، لكن لا تنقطع. ها، في الدول اللي هي الغاشمة أو الظالمة تتمدد الدول العميقة، وفي الدول فيها حريات كثيرة جدا تتقلص، لكن لا تموت، تفضل كبذرة سيئة داخل كل المجتمعات. فلابد ان احنا نعرف ان الدول العميقة في المجتمعات بتاعتنا، وماذا ارتباط هذه الدول ببعضها البعض في داخل البلد، ثم ماذا ارتباط هذه الدول بالقوى الخارجية المناهضة للتغيير. نمرة 13، اللي هي بناء مؤسسات المجتمع المدني، وده موجوده مهم جدا 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 في تثبيت أرضية المجتمعات وأحداث سرعة في بناء عمليات التغيير. يبقى احنا اتكلمنا على 15 نقطة او 13 نقطة دول للشباب، اللي هم 13 نقطة للشباب دول هقولهم تاني، اللي هو التعلم والتعليم والاستعانة بالعلوم والمعرفات المجتمعية، معرفة اصول المشاكل، الشفافية والوضوح، وعدم رفع سقف التوقعات العامة، يكون برنامج التغيير واضح وبسيط ومرحلي، عدم اقصاء ابناء الثقافات والمعتقدات الاخرى، وضع اليات لمراجعة مسيرة بناء التغيير، نرى أخلاق أصحاب التغيير وشفافيتهم المجتمعية، بناء التحالفات والشراكات، الصبر والتحمل وعدم اليأس والإصرار، المرونة في التطبيق وتغيير الاستراتيجيات وفق الحاجات المجتمعية المتغيرة وكذلك التغيرات الإقليمية والعالمية، عدم التسرع في قطف الثمار التغيير قبل نضجها، وعدم الانخداع بمظاهر الأقوال لمن يعيقون عمليات الإصلاح والتغيير. نمرة 12، محاولة التعرف على الدول العميقة ومدى ارتباطها بعدها البعض في الداخل او ارتباطها بالقوى الخارجية المناهضة للتغيير في الخارج. والنمرة 13، بناء مؤسسات مجتمع مدني فاعلة. ها،
هل توجد كتل للتغيير في مجتمعاتنا؟ نعم موجودة، لكن في وسط المجتمعات التي ليس فيها ديمقراطية وليس فيها حرية تتعامل مع كل فرد منا بيحاول يكون فرد من كتلة التغيير وحده في مكان ما. فمن لا نعم، ولكنها لا توجد في صورة كتل، بل في صور أفراد يحاولون تطبيقها نمرة واحد، أو يؤمنون بها وغير قادرين على تطبيقها، أو يؤمنون بها وغير قادرين على الإفصاح عن نواياهم للعامة خوفا من البطش بهم وإضرار. ما فيش مكان في العالم مهما كان المكان ده قوة الدولة الغاشمة فيه إلا وفي أفراد هم متفرقين يؤمنون بالتغيير. السؤال الكبير بقى للشباب ولينا كلنا، هل احنا نجحنا ولا لا؟ انا اقول ان احنا نجحنا وهننجح، لان نجحنا هو من نجاح الانبياء والرسل اللي هم جم زي ما ذكرنا سيدنا موسى عليه السلام لما عمل كل المجهود ده كله، ومع ذلك بني اسرائيل راحوا عجلوا العجل بعد كده. يعني في نجاحات كثيره جدا. هل سيدنا ابراهيم ما نجحش في رسالته؟ نجح في رسالته وانتصر على النمرود. هل سيدنا نوح ما نجحش في رسالته؟ نجح في رسالته واخذ من امنوا معه في السفينه. هل سيدنا عيسى ما نجحش؟ نجح في رسالته، لان رسالته كانت لهدايه خراف بني اسرائيل ضاله. هل سيدنا موسى ما نجحش في رسالته؟ نجح في رسالته انه اخرج بني اسرائيل من بطش فرعون في مصر الى ان راحت الى سيناء. هل سيدنا محمد نجح في رسالته بتفوق؟ وهكذا. احنا بقى كافراد نبص على انفسنا. انا من 35 سنه هتكلم عن مسيره حصلت هنا في بريطانيا او في اوروبا. ما كانش فيه في اوروبا من 35 سنه مؤسسات انسانيه دوليه. بدانا هذه المسيره الان المؤسسات الانسانيه الخيريه الدوليه المسلمه بالمئات او تصل الالاف في اوروبا كلها، ثم في امريكا، ثم في كندا، ثم في اماكن اخرى. كان في 84 و83 و85 ما كانش فيه وعي عند الشباب انهم يعملوا مسيرة، بس بعد 35 سنة اصبحنا مئات والاف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هنا هو في بريطانيا اذكركم ببعض الاشياء اللي احنا قلناها. كنا كل رمضان بنمشي نعمل يعني نلف على كل المساجد في الايه في بريطانيا، نبيع الكتب ونجمع التبرعات، لان ما كانش فيه ولا مسجد في الوقت ده، خاصه في المدن النائيه عن لندن، في مكتبه. الوقت في كل مسجد في مكتبه، وفي كل حاره في مكتبه لبيع الكتب الاسلاميه واللباس الاسلامي الى اخره. الدوره الرياضيه، عملنا دوره رياضيه بدات من سنه 89 عشان نجمع الشباب في كل بريطانيا يلعبوا كوره قدم، يلعبوا فولي، ولعبوا باسكت، ولعبوا اللي هي كرة الطاولة الى اخره، وكذا وكذا وكذا. دلوقتي اصبح في 30 سنة اللي فاتوا ان في كل منطقة موجودة فيها دورات رياضية. كان ما فيش مكاتب للاغاثات دي في كل الا في لندن وبرمنغهام ومانشستر، دلوقتي في كل مدينة وفي كل قرية في مكاتب للاغاثات كذلك. محلات لحم الحلال، كنا بنسافر من ويلز عشان نيجي ولفرهامبتون نشتري خروف يوم الجمعه او يوم السبت عشان نرجعه نقسمه على ايه الناس اللي موجودين في ابرستوث. الى في الوقت ده كان في امتى؟ الوقت ده في السبعينات والثمانينات. الوقت في مذابح وفي محلات لبيع اللحم الحلال في كل حاجه. اللباس الاسلامي كنا بنشتريه من لندن، دلوقتي في كل منطقه وكل حاره في بريطانيا موجود فيه. انواع الاكل المختلفه اللي بتيجي من شرق اسيا وشمال اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط موجوده كلها، حتى ان احنا نقول للشباب اللي في الدول العربيه وغيرهم ان انواع الفواكه والمأكولات اللي موجوده هنا هو اكتر من اللي موجوده في عندكم في الدول العربيه. دخول المسلمين المجالس المحليه والبرلمانات الوقت اصبح كتير، واصبح منهم وزراء، واصبح منهم عمده، ها موجود في لندن. الربيع العربي كتير جدا من الناس قالوا ده خريف وشتاء وايه وادي الربيع عاد من تاني، وبعدين عبد يجي فريد الاطرش بقى يتكلم عن الربيع وبعدين الربيع خريف. لا هو لسه ما زال ربيع عربي. ليه وما فشلش؟ لماذا؟ ان رفع مستوى الوعي عند الشباب ارتفع، بس كان ثمنه عالي جدا. فلذلك لما ننظر للنين دي يقول لي احنا فشلنا،
وينذوي ويمشي يقول له لا انت غلطان, نحن انتم لم تفشلوا, لان في مسيرات هنا انا اتكلمت عنها احدثت التغيير واستنت بسنن الانبياء والرسل من قبل وربنا وفقها. فلذلك التغيير عايز صبر وتحمل وطول عمل واجتهاد وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى, واصرار على احداث التغيير وتضحيه. اللي مش عايز يضحي ومش عايز يصبر عمره ما هيعمل عمليه التغيير. احنا في بعد نصف ساعة ان شاء الله على الساعة واحدة هنقول نفس المحاضرة باللغة الانجليزية, خاصة ان احنا حصلنا ظروف اليومين دول في البث, فان شاء الله بنعتذر منكم ان شاء الله, لكن after half an hour at 1 o'clock ان شاء الله will air the same talk in English ان شاء الله, Moses and the project of change. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.